اليوم الرابع على التوالي فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الزائرين تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة في دورته ال55. احنا دلوقتي موجودين أمام البوابة الرئيسية للمعرض وهنقوم بجولة داخل أروقة المعرض للتعرف على فعالياته لليوم الرابع. يعني في ناس كتير قالوا أنا بحب الملمس إن أنا أفتح الكتاب فطبعا دي بتختلف من إنسان لإنسان وبرضه بتختلف من شريحة عمرية لشريحة عمرية تانية. لا يظل الكتاب هو رقم واحد في المعرفة وخير الناس أنفعهم للناس. من داخل المعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بتقدم للزوار المعرض عدد كبير من الكتب المتنوعة وبأسعار مخفضة بتصل من جنيه لعشرين جنيه، ولشهادة إقبال كبير من الزوار اليوم الرابع على التوالي. دي أول مرة أجي في معرض الكتاب، بس الصراحة يعني هيئة الكتاب أسعارها كويسة جدا بتناسب الشعب كله تقريبا. أسعار الكتب غالية جدا، فلا أنت كده بتصعب عليا إن أنا أقرأ وكده، فهضطر أقرأ من التليفون وده هيضايقني، لان برضو احساس ان انت يكون معاك كتاب وبتقراه في ايدك ده حاجه لذيذه وحلوه. يعني الهيئه بتبقى منزله اصدارات كويسه بسعر رخيص خالص صراحه، بقى جسم الفلسفه وجسم التاريخ صراحه بيبقوا لزاز. احنا دلوقتي امام جناح عميد الادب الطفل يعقوب الشاروني الذي توفى منذ شهرين واهدته المعرض شخصيه الطفل لهذه الدوره دوره ال55، وداخل الجناح ستجد كل ما يخص طفلك من ورش تنمويه وتعليميه وادوات مدرسيه وادوات للرسم والتلوين. عجبتني بصراحه مسرح العرايس والتلوين والرسم والخصم والهدايا، فبرضو في قصص جميله قوي جبتها وقراتها في البيت. لما زورنا بصراحه القاعه بتاعه الطفل دي لقينا ان هم مهتمين بالاعمار من سن خديجه ولاعلى سن بتاع ثانويه عامه، والكتب الدراسيه كلها متوفره هنا وشايف تخفيضات عاليه. المعرض ده حلو وفي كتب حلوه ومفيده ليا انا واخويا، وفي اعمار حلوه وفي ورش للرسم وحاجات كتيره قوي. جولتي النهارده كانت مثلا اشترينا كتب خارجيه للمدرسه وكان في خصم كبير، ومثلا في تلوين للاطفال وحاجات كتيره تناسب كل الاعمار. كان في كتب كتير حلوه وكان في حاجات كتير كانت جميلة وكان فيها حاجات ذكاء. كنا معاكم النهاردة في جولة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 اللي بيقدم عدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية لكل الأسر المصرية والوطن العربي والعالم كله، وبنفكركم انكم تقدروا تدخلوا على صفحة المعرض القاهرة الدولي للكتاب على الفيسبوك للتعرف على كل الفعاليات اللي جاية خلال الأيام اللي جاية وحتى يوم 6 فبراير المقبل.